السلام عليكم، معكم الدكتور طلال نقار، تابع معكم بسلسلة النيفروباثولوجي. حنستعرض بهي المحاضرة الآليات الإمراضية المسؤولة عن حدوث الديابيتك نيفروباثي، كيف أن فرط السكر المزمن بيؤدي بالنهاية لحدوث السكليروسيس بالكبة الكلوية جلوبال، وكيف بيعمل الفايبروسيس بالانترستيشيوم، كيف الأنابيب بيصير فيها أتروفي ضمور، وكيف هذا الشيء بينتهي نهائيا بالقصور الكلوي النهائي وبدء الغسيل الكلوي. بداية، في ثلاث عوامل أو ثلاث طرق بتؤدي لحدوث اعتلال الكلية السكري. العنصر الأول هو الهيموديناميك، فرط الرشح الكبي الهايبرفلتريشن، هذا عنصر أساسي بالأذية، بيحدث بجزء كبير من المرضى، مو كلهم بس بجزء كبير منهم. الجزء الثاني هو المهم اللي هو الميتابوليك، هو الهايبرغليسيميا، فرط السكر اللي بيؤدي إلى حدوث الأوكسيديتيف ستريس اللي هي شدة التأكسدية، إضافة إلى إطلاق العوامل الالتهابية السيتوكينز والعوامل الالتهابية الثانية اللي بيساوي حالة التهاب مزمن. العنصر الثالث هو الجينيتكس، اللي هو العنصر المورثي، لما بيكون في عندي تسلسل معين لحموض نووية، مورثات معينة بتزيد من تأهب المريض لحدوث الاعتلال الكلية السكري. مو كل المرضى بيصير معهم اعتلال الكلية السكري، مو كل المرضى السكري بيصير معهم اعتلال الكلية السكري. إضافة إلى الإبيجينيتكس اللي هو ما فوق مورثي، ما هو تسلسل المورثات بحد ذاته، إنما هو التبدلات قريب على مستوى الدي ان اي، على مستوى الهيستونات البروتينات المرتبطه بالدي ان اي، ممكن يصير في امثله اضافه جسور الميثيل وغيره وغيره، تغيرات على ما حول المورثات، هذا بيغير من التعبير المورثي للمورثات. ففرط السكر المزمن ممكن ياثر على بعض المورثات، يغير من التعبير المورثي لها، وبالتالي بيستمر تاثير فرط السكر فتره اطول على الشريط الوراثي رغم انه سكر الدم عاد للطبيعي. هلا بداية، فرط الرشح الكبي له نظريات بتفسيره، أسباب عديدة بتفسيره أو نظريات مطروحة. كلمة نظريات هي بتذكرني بأنه الاعتلال الكلية السكري هو مجال واسع والأبحاث فيه مستمرة، فاللي عم أحكي بها المحاضرة ما هو قاطع ونهائي، بس ما هو تخيلات، في كتير إيفيدنس عليه من البيولوجي ومن الدراسات الإكسبرمنتال، بس لحد هلأ الأبحاث مستمرة فيه، ما في شيء نهائي وقاطع أني هذه هي فعلا الآلية الوحيدة اللي بتفسر. السبب أنه هذا المرض كتير معقد ومتداخل، فاللي عم احكيه هون هو رؤوس أقلام قابل واحد بعد ما يسمع المحاضرة ممكن يروح ويقرأ ويتوسع ويتأكد ويشوف وين العلم حاليا عم يودي. فأول سبب لفرط الرشح الكبي حدوث الألترا ستركشرال تشينجز اللي هي تبدلات على مستوى النفرونات، بيصير نيفروميجالي، في ضخامة بالنفرونات، فهذه أحد الآليات. الآلية الثانية هي الآلية الوعائية، لما بيصير في عندي عدم توازن بين الهرمونات المقبضة والهرمونات الموسعة لكل من الشرايين الوارد والشرايين الصادر الأفرنت والإفرنت، لما بيصير في اضطراب بإفراز الفيزو أكتيف هرمونز حيصير في عندي فرط رشح كبي. طبعا فرط رشح الكبي يعني رح يصير في تقبض بالشرايين الصادر وفي توسع بالشرايين الوارد، زيادة الدم الوارد للكبة. النظرية الثالثة اللي بتفسر فرط الرشح الكبي انه في شيء اسمه نظرية التوبولار ثيوري، اللي هي نظرية الانابيب، انه فرط السكر عم يزيد من كمية السكر بالدم، عم يروح للكبب الكلوية، عم يتجاوز العتبة الكلوية وعم ينطرح بالانابيب. جزء كبير من هذا السكر حيعاد امتصاصه بالانابيب البروكسيمال، حينعاد امتصاصه مع الصوديوم، وبالتالي في جزء كبير من الصوديوم حينعاد امتصاصه بسبب انه تركيز السكر اللي عم ينطرح عالي جدا، وهذا له عواقب. فالشيء الطبيعي انه معظم الجزيئات حيعاد امتصاصها على مستوى الانابيب القريبه بما فيهم الصوديوم والسكر وجميع العناصر الثانيه. لما بيكون السكر عالي حيزيد الشيء الطبيعي طبعا انه الصوديوم حيوصل بتركيز معين للمايكرو دينسا، فحسب تركيز الصوديوم هي المايكرو دينسا ممكن تفرز او تفرز الرينين اللي بيتحكم ب الرينين ومواد ثانيه طبعا البروستاجلاندينز اللي بتتحكم بقطر او ب تقبض وتوسع الشرايين الوارد والصادر، وبالتالي بتتحكم بالرشح الكبي حسب تركيز الصوديوم الوارد. فلما بيكون في عندي زيادة بالسكر الراشح، هذا السكر كله عم يرشح هون لأنه في عندي فرط بسكر الدم،
حيوصل هذا السكر مع الصوديوم للبروكسيمال تيوب وحيعاد امتصاصه جزء كبير منه، وبالتالي حيوصل جزء او تركيز الصوديوم الواصل للماكيولا دينسا حيكون قليل، فالماكيولا دينسا بتستشعر انه في عندي نقص بالرشح الكبي لانه الصوديوم اللي وصله قليل، وبالتالي بتفرز العناصر المطلوبه، بتفرز البروستاجلاندين، بتروح على الشرايين الوارد الافرنت وبتوسعه، وبتفرز او بتتسبب بافراز الرينين اللي بيروح على الشرايين الصادر وبيقبضه، وبالتالي بيزيد الرشح الكبي. الدم الوارد كميته كبيره وفي تقبض بالشرايين الصادر، وبالتالي بيزيد الرشح الكبي، وهكذا في حلقة مستمرة. فهي طبعا زيادة رشح الكبي حيزيد من كمية الرشح اللي عم تصير عبر الأنابيب، ومثل ما حكينا انه هي حلقة مستمرة وبالتالي حيصير الأذية لاحقا. اضطراب الهرمونات او الهرمونات الموضعية اللي تفرز الانجيوتنسين مقابل البروستاجلاندين، البروستاجلاندينات بتوسع الشرايين الافرنت، والانجيوتنسين بتقبض الشرايين الصادر، وبالتالي بزيد الرشح الكبي اضافة لبقية العناصر الثانية. ما عم حاول اختصر مشان ما يكون يعني في تفاصيل كتير بالتفسير اعتلال الكلية السكري، عم حاول اختصره واتركه لكم لما بترجعوا بتقرأوا الموضوع بشكل اكاديمي. فمرة تانية، شيء طبيعي انه في قطر معين للشرايين الافرنت مقابل الافرنت، لما عم يتوسع الافرنت الوارد ويتقبض الصادر عم يزيد الرشح الكبي الهايبر فلتريشن. لما بتعطي ACE inhibitor بتحاول تعدل من تقبض الشرايين الصادر، وبالتالي بتخفف من رشح الكبي، وبالتالي بتخفف من استهلاك الكلية على المدى البعيد، وهذا هو دور الACE inhibitor بمرضى الاعتلال الكلية السكري. فمرة تانية، في عندي فرط رشح كبي في hyperfiltration، وفي عندي chronic inflammation بسبب فرط السكر. اثنين هدول بيأثروا ببعضهم، فرط الرشح رح يعمل تنشن على جدر الأنابيب، وهذا الشيء وشير ستريس، وهذا الشيء ممكن يطلق وسائط التهابية. فهذا الهايبر فلتريشن هيك هو بنفسه عمل الانفلاميشن، إضافة إنه الانفلاميشن هذه وسائط التهابية حيتزيد من الانجيوتنسين 2 وبقية العناصر، وبتعمل هايبر فلتريشن بحد ذاتها. فكلا الهايبر فلتريشن والانفلاميشن، يعني مين قبل مين مثلا؟ هل هي البيضة قبل الجاجة او الجاجة قبل البيضة؟ وهذا الشيء نقاش حقيقة، بس كلا الاليتين موجودتين وفي تآثر بيناتهم، يعني وجودهما معا بيزيد من تأثير كل وحدة على الثانية. الميتابوليك، ما تتوقعوا مني اني اشرح كل هذول الباثويز، هذول كلياتها طرق محتمله او وارده او مدروسه للالتهاب المزمن اللي عم يصير بمرضى فرط السكر. فرط السكر بحد ذاته بيعمل كل هالاكتيفيشن هاي. فباختصار، مريض السكر عنده لحتى يصير اذيه على مستوى الكليه، في عنصر ميتابوليك وفي عنصر هيمودايناميك. الهيمودايناميك فرط ضخامه الكبب الكلويه وضخامه الكليه بحد ذاتها، هيعمل شير ستريس، هيعمل شده، هيعمل رد شدي، وهذا هيعمل انفلاميشن، هيطلق وسائط التهابيه. الهامورال فاكتور الانجيوتنسين 2 اصلا بحد ذاته بيزيد الهيمودايناميك، وهذا الشيء هيعمل نفس الباثوي، هيكمل معانا. الميتابوليك، في عندي فرط السكر، وفي عندي الديسليبيديميا اضطراب الشحوم، في الفري فاتي اسيد والاكسيديتد ال دي ال. الهايبرجليسيميا حتاثر بكل هالطرق هاي، حتزيد من انجيوتنسين 2، حتزيد من افراز تحرض خلايا على افراز التي جي اف بيتا، وحتشكل هي المركبات حنشرحها بسلايدات القادمه. كل هدول مع بعضهم حيعملوا انتراسيلولار سيجنالينج، اوكسيديتيف ستريس، شده تاكسديه، حتنتهي معانا بالانفلاميشن، البروليفريشن، الفايبروسيس. باختصار، التهاب مزمن مع تليف مزمن، هذا الشيء بيعمل اختلاطات الداء السكري، سواء ماكروفاسكولر الاذيات القلبيه والوعائيه، او مايكروفاسكولر اللي هي مايكرو اللي هي النيفروباثي والريتينوباثي والنيوروباثي. للعلم، ضبط السكر بيمنع اختلاطات السكري المايكرو اللي هي اختلاطات النيفروباثي والريتينوباثي والنيورو، بس ما بيمنع الماكرو، بدليل انه الموضوع اعقد من مجرد فرط سكر مزمن. اعتلال الداء السكري، فرط السكر، واضطراب الشحوم بيعمل كل هالباثويت، كل هالانفلاميشن، ما حخوض فيهم،
وبينتهي بفرض رشح كبي ميزانجل اكسبانشن توسع ميزانجيمي تليف على مستوى الانابيب وتليف على مستوى الخلال تصلب كبي وتليف كليه بالنهايه وحدوث القصور الكلوي النهائي. خليني بس اجرب اعطيكم لمحه عن بعض الباثويز لقيتها الواحد ممكن يتعمق فيها شوي. في شيء اسمه البوليول باثوي، هذا موجود بالحاله الطبيعيه لما سكر الدم بدل ما يروح لحلقه كريبس التحلل الخلوي وحلقه كريبس بيروح لهذا الباثوي اللي بينتهي بتشكل الفركتوز. هذا الباثوي بالحالات الطبيعيه ما هو فعال كثير لانه السكر اصلا تركيزه طبيعي وبالتالي في تفضيل للطريق الثاني الطريق التقليدي تحلل السكر وحلقه كريبس. لما بصير في عندي فرط بسكر الدم انزيم الالدولاز ريدوكتاز بيحول الجلوكوز لسوربيتول وانزيم الثاني هو السوربيتول دي هيدروجينيز بيحوله لفركتوز. مشكله هذا التفاعل اول شيء انه بيستهلك ال NADPH بيحوله ل NADP+ وهذا بيستهلك الجلوتاتيون وبالتالي بينقص عندنا ال NADPH وهو هذا عنصر مضاد اكسده مع الجلوتاتيون جمله الجلوتاتيون وبالتالي بيصير عندي اوكسيديتيف ستريس. اوكسيديتيف ستريس معناته انه الجذور الاكسجينيه الحره عم تتشكل بكميه اكبر من قدره المضادات الاكسده على مكافحتها، فهي جمله مضاد الاكسده عم نستهلكها بهذا التفاعل. السوربيتول لما عم يتشكل السوربيتول ما بيقدر يعبر الحاجز الخلوي مو مثل السكر وهذا بيعمل اوزموتيك ستريس بيعمل شده اوزموليه ممكن يؤذي الخلايا لانه حيكون الحلوليه خارج الخلايا اعلى من داخلها. اضافه للفركتوز، الفركتوز كمان الفركتوز لما عم يتشكل عم يستهلك ال NAD+ وهذا بيعمل شغله اسمها ريداكتيف ستريس هي الشده الارجاعيه. قرات عنها اليوم هي متعلقه جدا بالشده التاكسديه فموضوع يعني قابل انه الواحد يتوسع فيه بس هذه من احد الباثوي المهمه جدا الواحد ممكن يتعمق فيها شوي. الفركتوز لما عم يتشكل حينتهي بتشكيل جلايكيتيف ستريس اللي هي مركبات اند جلوكوز برودكت اللي هي هلا حنشوفها. فرط السكر لما عم يكون على مستوى الانابيب الكلويه على مستوى التيبل عم ياثر على البطانه وعم يؤدي لشغله اسمها ابيثيليال ميزانجيال ترانزيشن. هي البطانة عم تتحول من بطانة فعالة بطانة براش بوردر عم تتأذى عم يصير في تليف فيها عم تتحول للانترستيشيال مايوفايبروبلاست وهذا الشيء حيعملنا الانترستيشيال فايبروسيس. لما السكر عم يكون بكميات كبيرة موجود عم يتفاعل مع الجذور الأمينية على الحموض الأمينية هذا التفاعل بيسموه الجلايكيشن بينتهي معانا بتشكيل مركبات اسمها Advanced Glycated End Products وهذه Advanced Glycated End Products في لها ريسبتورز على الخلايا بتفعل هاي الريسبتورز وهذه الريسبتورز بتعمل لما بتتفعل بيصير في عندي Inflammation وبالتالي بيكمل بطريق الالتهاب المزمن اللي حكينا عنه. ليش عم اذكر هذا الكلام؟ لانه هيدي احد الاحتمالات خلينا نقول او احد المجالات الواعده لعلاجات مستقبليه للداء السكري لتخفيف الاصابه الكلويه انه نحن لو ثبطنا تركيب هذه او تشكيل هذه المركبات. في مركبات موجوده بالسوق مش بالسوق عفوا بالمخابر العلميه وفي دراسات قائمه عليها، لهلا ما في شيء مشجع 100% بس على مستوى ربما الدراسات التجريبيه قد تكون لها مستقبل لما نطور مركبات اكثر انتقائيه بهذا المجال. فالادفانس جلايكوزيليشن اند برودكتس هي مركبات تتشكل من تفاعل السكر مع الحموض الامينيه. هذه المركبات لها افينيتي مع الكولاجين وهذا الشيء ممكن يكون له دور بمضاعفات المايكروفاسكولر تبع السكري الاديات الوعيه الدقيقه. هذه المركبات مثل ما حكينا انه بترتبط مع مستقبلات خلويه بسموها الريج ريسبتور اوف ايج. هذه المستقبلات موجوده على كثير من خلايا التهابيه وهذه بيعمل برو انفلاماتوري هي بتعمل انفلاميشن. هذا احد مثل ما قلنا احد السبل العلاجيه مستقبلا لو ثبطنا هاي المركبات او عملنا مضادات لهذه الريج وهذا الشيء الابحاث جاريه فيه.
فمرة تانية فرط السكر هيعمل في عندي خلل على مستوى الميتوكوندريا، هينتج جذور أكسجينية حرة، هذه الجذور الأكسجينية الحرة هتفعل الانفلاميشن سايتوكينز والعوامل النمو، هتساوي تشكيل الجلايكيتد برودكت، هذه الجلايكيتد برودكت هترتبط بمستقبلاتها إضافة إلى السايتوكينز وعوامل النمو، هيزيد من إنتاج وتوضع الإكسترا سيلولار ماتريكس كولاجين، وهذا حينتهي معنا بتصلب الكبي جلوميروسكليروسيس والتوبيلو انترستيشيال فايبروسيس. فالكبة السليمة هذه شايفينها، هذه الشرايين الوارد والصادر، هذه الكابيلاريز، هذه الميزانجوم، في شوية خلايا الكابيلاري مفتوحة ما في شيء مضايقها، هذه البودوسايتس، هذه المسافة البولية. لما عم يصير في عندي الانفلاميشن المزمن اللي حكينا عنه حيوصل حينتهي بالنهاية لحدثية التهابية تليفية، زيادة بتوضع المادة خارج الخلوية اكسترا سيلولار ماتيريالز، ميزانجل اكسبانشن، هذا حيضغط على الكابيلاري، حيأثر على الرشح الكبي، حيساوي حيأثر على الغشاء القاعدي توضع نفس المواد، حيخلي حيساوي البودوسايتس انجري لانه خلايا البودوسايت حتتأذى بحد ذاتها، حيصير رشح للبروتينات، البروتين يوريا المميز للداء السكري، وهذا على البروتينات الراجحة إضافة إلى تأثير الداء السكري مباشر على مستوى الأنابيب، حيعمل التليف واللي بينتهي بالقصور الكلوي. شو هي التبدلات البنيوية اللي بتحدث بالداء السكري من النمط الأول؟ ليش عم بقول من النمط الأول؟ لأنه النمط الثاني نوعا ما التبدلات تبعه بتكون unpredictable، غير متوقعة، تشمل كل هالتبدلات بس مو بنفس الترتيب اللي عم بذكره هون بالديابيتك نيفروباثي تايب 1. في تسمك الغشاء القاعدي، في الميزانجيال ماتريكس اكسبانشن، في فقد الخلايا البودوسايتس الخلايا القدمية، ممكن يصير segmental mesangiolysis، هي mesangiolysis هي انحلال الخلايا الميزانجيمية، فممكن يصير بأجزاء معينة، تتشكل عقيدات كيميل ستيل ويلسون هنشوفها، وأظن بالحالة اللي عرضناها بالحالة رقم 5 شوفيتكم إياها بسلايدات، بتشكل مايكرو انيوريزم أمهات دم ميكروية أو مجهرية اللي هي على مستوى الكابيلاري، حيصير في تبدلات على الانترستيشال اللي هي الافتة انترستيشال فايبروسيس مع تيبولر اتروفي، حيصير على مستوى الارتريول هيالين ارتريول ارتيروسكليروسيس تصلب هياليني، ولاحقا سيجمنتال وجلوبال سكليروسيس. هذا هو الترتيب ممكن يصير في الاذيات في الداء السكري النمط الاول. لاحظوا الفرق بين الكبة السليمة، عم نحكي هون على مجهر الكتروني، هذا الميزانجوم هيخليه ميزانجيمية، وهذا الغشاء القاعدي لاحظوا قديش هو ديليكيت وفي البودوسايت. بالداء السكري الميزانجوم هو اكسباندد متوسع، متوضع في هي الاكسترا سيلولار ماتيريالز، الغشاء القاعدي متسمك، البودوسايت متأذية، هذه هي التبدلات النوعية او التيبيكال لداء السكري. لاحظوا الغشاء القاعدي هون سماكته 359 نانومتر، توصل ل 1300 نانومتر بهذه المقاطع او 1400 مثلا، يعني حوالي 4 اضعاف. هذه كبه سليمه ما فيها تبدلات، هون في شويه ميزانجل اكسبانشن، بدايه ميزانجل اكسبانشن بهذا النمط السي، راح يكون في ميزانجيولايسيس بس معها، يعني خليني اقول هذا الكلام اتركه للباثولوجيست بس هذا قراءة السلايد، اضافة لميزانجيال اكسبانشن اذا بتنتبهوا عليه. لاحظوا بالدي بلشت الميزانجيال اكسبانشن، تراكم المادة خارج الخلية عم يساوينا كيميل ستيل ويلسون، لاحظوا انه اوضح. بالشكل اي في المايكروسيست، لاحظوا انه كيف الكابيلاري ما هي منتظمة، هي بسموها المايكروسيست وهي جزء مهم بتشكيل النودولز بالمناسبة. والمرحلة اف هي ادفانس سكليروسيس، لاحظوا انه الكبة كلها مسكرة. بالنسبة للخلال اللي هو الجزء المهم والاهم كلية، دائما بقول هالكلام انا، شوفوا الكبة او الخلال السليم، لاحظوا هذه هذه التيوبلز باك تو باك بسموها، ما في مسافة كتير بيناتها، اضافة لانه اللمعة تبعها سليمة، البراش بوردر موجودة مثلا،
هون بالنسبة للشكل بي مثلا عم يصير في عندي تسمك بغشاء التيوبلز الأنابيب، في شوية وايدنينج للانترستيشيوم، هي مراحل مبكرة لاحقا بيصير في تليف صريح. إضافة للشكل سي هذه على مستوى الكابيلاري، على مستوى سوري الأرتريول، عم يصير في هيالين ماتيريال اللي هي مواد بروتينية عم تتراكم بالانتيما وعم تسبب هذا اللي بسميه هيالين ماتيريالز، وهذه جزء من تشخيص الداء السكري أو من جزء من إمراضية الداء السكري مايكروفاسكولار ديزيز. هذه بالخلال الكلوي مرة تانية. لاحظوا بالنسبة لهذه في، خليني ابدأ من بشكل مثل ما هو كاتبينه، مثلا التسمك والتجعد بالغشاء القاعدي للكبب الكلوية هي المثال. الضمور بالأنابيب، هذه الضمور، هذه الأنابيب الضامرة. إضافة للكاست اللي هي هون الأسطوانات. إضافة للانترستيشال وايدنينج، إذا بتنتبهوا قديش في مسافة بين الكبب، بين عفوا التيوبلز. طبعا التبدلات على مستوى الأنابيب، على مستوى الأنابيب الداء السكري، في تسمك الغشاء القاعدي الأنبوبي، في ضمور الأنابيب، الإبيثيليا ميزانجل ترانزيشن اللي هي بتتحول الخلايا إلى خلايا ليفية، خلايا إبيثيليا تبع التيوبلز، الجلايكوجين أكيوميليشن، وأخيرا الانترستيشال انفلاميشن. أظن هذا الشكل بيوضح معظم هاي التبدلات النموذجية بالداء السكري. في تصنيفات للداء السكري، الباثولوجيست بيحبوا يعطوا هاي التصنيفات. عم اذكرها هون لزيادة استيعاب شو بيصير بالداء السكري. ما يعني طبعا هل هي مثل ما قلنا بالتايب 1 عادة بيبدأ شدة الإصابة بتزداد من 1 لـ 4، بينما التايب 2 مو بهالشكل، مو دائما بيتبع نفس الترتيب اللي مذكور هون. فحكينا عن تسمك الغشاء القاعدي وعن ميزانجل اكسبانشن، عن تشكل النودولز اللي هي كيميل سيل ويلسون، واخيرا الادفانس جلوميروسكليروسيس اللي هو بيكون سيجمنتال وجلوبال. بالنسبه للانترستيشال فايبروسيس والفاسكولار الانترستيشال فايبروسيس، الافتا في له ترتيب، اما 0 أو 1 أو 2 أو 3 حسب نسبه الافتا. اكثر من 50% لما بتشوفها على الباثولوجي ريبورت فهذا انذار المرض سيء. وجود الانفلاميشن بالانترستيشال بالداء السكري كمان له عنصر انذاري حسب نوع الخلايا الموجوده او عددها. والفاسكولار ليجن كمان له تصنيف بيعطي درجات حسب وجود الهيينوسيس، هي المواد الهيينيه بالارتريول، وجود الارتيروسكليروسيس اذا كانت موجوده بالخزعه فهذا كمان ممكن تنقرئ ونشوف شو في حسب الانتيمال ثيكنينج اللي هو تسمك البطانه الوعائيه. فبدءا من تشخيص الداء السكري، فرط السكر موجود بكل المراحل، الجي اف ار بيكون بالبدايه عالي، هي الهايبر فلتريشن، بعدين بينزل بيصير نورمال، بعدين بينخفض وبينتهي بالاي اس ار دي. المايكرو البومينوريا بدايه ما بتكون موجوده، بتظهر لما بيكون في اذيه سكر مزمنه، بتحول لماكرو بعدين بروتينوريا نظاميه. بالنسبة للتبدلات على مستوى الخلايا، ميزانجل اكسبانشن، الأذية الخلوية ميزانجل اكسبانشن، تصلب الكبي، التليف الأنبوبي والإنفلاميشن، حكينا الترتيب. هلا حكينا عن النودولار جلوميروسكليروسيس، شفنا انه الداء السكري هو احد اهم انماط هاي الاصابة لما بيصير في عقيدات. حقيقة هو مش هو المرض الوحيد اللي بيساوي هاي العقيدات اللي هي كيميل سيل ويلسون. هذا الجدول من هي الورقة بيعطي 6 تشخيص تفريقية لهذا الموضوع. خلينا ننسى آخر 2 مع انهم كتير شائعات. الديابيتك نيفروباثي مهم نتذكره كتشخيص تفريقي للنودولار جلوميروسكليروسيس، 4 تشخيص تفريقية. الإيديوباثيك نودولار جلوميروسكليروسيس، التصلب الكبي العقيدي مجهول السبب، هذا تشخيص تفريقي مهم للديابيتك نيفروباثي، ما بيختلف عنه بشيء إلا أنه فرط السكر موجود بالديابيتك، هون ما في فرط سكر. الأميلويد هنحكي بمحاضرات قادمة بيعمل عقيدات، ميزة أنه هي الكونغو ريد بوزيتيف بينما بقية الملونات نيجاتيف خاصة الباس. الام اي دي دي هي المونوكلونال اميونوجلوبولين ديبوزيشن ديزيز، داء ترسب المعقد الاميونوجلوبولين، الجلوبولينات المناعية وحيدة النسيلة،
هذا بيكون بوزيتيف للباس، ما بيكون بوزيتيف للسيلفر، واكيد مش للكونغو، حنحكي بمحاضرة قادمة وفي سلايد تاني عنه. فهدول هن التشاخيص التفريقية الأربعة اللي لازم تتذكروهن لنودولار جلوميروسكليروسيس. بالنسبة للام اي دي دي، الام اي دي دي مثل ما انه هو المونوكلونال ايمونوجلوبولين ديبوزيشن ديزيز، هو احد اعتلالات الجاما جلوبولين الوحيد النسيلة المونوكلونال جاموباثي. في عندك مونوكلونال لايت تشين عم تجي على الخلايا الميزانجل، الميزانجل عم تاخذها وعم تحرض حدثية التهابية تليفية، عم تخلي هاي الخلايا تفرز مادة خارج خلوية وبتعمل اذية بتشبه الداء السكري. كيف نميزها على الداء السكري؟ بده يكون في عندي مونوكلونال لايت تشين، بده يكون في عندي لما بدرس ببحث عن المونوكلوناليتي حتكون موجوده. مثلا كابا، لو كان كابا هي الاساس حتكون كابا ايجابيه، الجاما حتكون نيجاتيف في الاميوفلوريسنس. الاميلويدوسس، هون ترسب الاميلويد نفسه، هي لويفات الاميلويد عم تترسب بالخلايا الميزانجل وعم تتوسع، عم تترسب مع الزمن وبالتالي عم تضغط على بقية عناصر الكبة الكلوية عم تخربها. هدول المرضين مهمين بالتشخيص التفريقي للنودولار جلوميروسكليروسيس. قلنا الايديوباثيك نودولار جلوميروسكليروسيس هو التصلب الكبي العقيدي مجهول السبب، ما بيفرق ابدا عن شيء عن الداء السكري الا بغياب مرض السكر. وبالتالي لما انا بلاقي في تقرير تشريح المرضي انه مريض كاتب الباثولوجيست انه هذا ديابيتيك نفروباثي، بروح بسال المريض بلاقي ما عنده داء سكري، فبحط تشخيص الايديوباثيك نودولار جلوميروسكليروسيس. بيرتبط هذا بالتدخين، ربما التدخين ممكن يزيد من حدوثه. انا شايف على الاقل حالة واحدة منه. بالنسبة للامينو فلوريسنس، نتذكر انه الامينو فلوريسنس فور بالديابيتك نيفروباثي بيكون لينير ديبوزيشن للاي جي جي اضافة للالبومين، وهذا بيميزه عن الانتي جي بي ام اللي هو بيكون كمان لينير ديبوزيشن للاي جي جي، هذا كما بيكون في البومين. سبب توضع هذا الالبومين الاي جي جي هون هو نون ايميولوجيكال ترابينج، يعني نفس الشيء محتبس بسبب انه الغشاء القاعدي متسمك وبالتالي عم يحبس الاميونوجلوبولين. هيك بيكون وصلت لنهاية المحاضرة، بتمنى انه يكون عطيت لمحة سريعة عن اعتلال الكلية السكري، مجال ابحاث مستمر وقابل للتطوير والتجديد، بتمنى ترجعوا وتقرأوا عنه، واذا في اضافات ممكن نتناقش فيها. اذا عجبتكم المحاضرة يا ريت اللايك، اضافة للمشاركة للشير وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم.